نحن أبناء الجالية العراقية بكل أطيافها المجتمعين في وسط لندن لكي نتضامن وندعم بشكل كامل القوات العراقية المسلحة. برعاية من السفارة العراقية في المملكة المتحدة، شارك جمع من أبناء الجالية العراقية في وقفة تضامنية مع القوات العراقية الباسلة التي تخوض معركة تاريخية لتطهير العراق من دنس تنظيم داعش الإرهابي، وقفة شارك فيها العراقيون بمختلف أطيافهم ومشاربهم. اليوم وقفتنا هو عراق واحد، هو يد واحدة، كنا ضد الإرهاب. اليوم التجمع، أنا دائما أي تجمع عراقي أحس أقول هذا عرس عراقي، تشوف كل الطوائف وكل الأديان وكل العراقيين هنا، هو عراق واحد متجمعين. الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي وحدت العراقيين أكثر من ذي قبل بعد أن اختلطت دماؤهم الزاكية في معركة التحرير. اللي حصل أنه خصوصا بعد هاي السنتين الأخيرة من دخول داعش بهذه الهمجية وهذه العنجهية وهذه الإجرام الواضح اللي أدانته مو فقط أصحاب الديانات بل الإنسانية بشكل عام، اللي وحد العراقيين الآن في خندق واحد في مواجهة داعش وأبناء داعش ومن يدعمون داعش. تلك الجرائم طالت جميع الطيف العراقي ولم يسلم منها حتى الموروث الحضاري. هذا البلد الذي عانى ما عانى من الويلات والدمار خلال سنين طويلة، وأدى إلى اتيان الداعش، هذه المنظمة الإرهابية التي ليس لها لا دين، لا تهتم بأي شيء، عبثت بكل شيء، عبثت بالتراث العراقي، هذا التراث الإنساني الحضاري. العراقيون حملوا الدول الخليجية مسؤولية تلك الجرائم بسبب دعمها للإرهاب الداعشي. أولا مرحبا بالقناة البحرين اليوم. عندي رسالة إلى الجامعة العربية وبالأخص الدول الخليج، الشقيقة كهم يحسبون احنا من داخل الجامعه، هم ليس لديهم اي دور المساند للشعب العراقي وبالاخص الدول العربيه والقطر، هم اللي يساندون الداعش، خربوا سوريا، خربوا العراق. نحن نطالب منكم اذا لا تساعدوننا رجاء نطلب منكم كاخوه ومسلمين، لا إذا لا تساعدوننا لا تدافعوا عن العدو. الانتصارات التي يحققها العراق اليوم ما كان لها أن تتحقق لولا بسالة قوات الحشد الشعبي. أن دور الحشد الشعبي منذ بداية الرد على الإرهاب الداعش في العراق هو الذي عكس عنصر المباغتة والمبادرة بشكل آخر. في معركة الموصل الجانب الغربي هو الجانب الأهم في كل قضية المعركة، لأنه موقع معركة مدينة الموصل ككتلة بشرية كبيرة هي تعتمد على الإمداد والدعم اللوجستي من منطقة الرقة، لذلك كان دور الحشد الشعبي في هذه المنطقة والمحور الغربي مهم جدا، وهي منطقة شاسعة وكبيرة جدا. ويظل العراق بوحدة مكوناته صخرة تتحطم فوقها جميع مؤامرات الأعداء. تلاحم القوات العسكرية العراقية بمختلف تشكيلاتها على الأرض انعكس هنا على أبناء الجالية العراقية الذين اجتمعوا وبمختلف أطيافهم للتعبير عن دعمهم للمعركة المقدسة التي يخوضها العراق ضد قوى الإرهاب. سهر عرابي للبحرين اليوم من ساحة الطرف الأغر في العاصمة البريطانية لندن.